السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، القائل المسجد بيت كل تقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بالسادة الحضور، أهالي قرية هرية رزنة محافظة الشرقية، ونحن اليوم نقدم ندوة للرأي، وهذه أول مرة تقدم ندوة في مسجد أحمد عرابي بمحافظة الشرقية، وأيضا أول مرة تخرج ندوة للرأي من محافظة القاهرة إلى محافظة الشرقية أو خارج نطاق محافظة القاهرة. نرحب بالسادة الضيوف، نرحب بالقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية، وأيضا السادة أعضاء مجلس النواب. الترحيب، كل الترحيب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية. أهلا بك معالي الوزير. والحقيقة معالي الوزير، أنا من أبناء محافظة الشرقية، وبالأصالة عن نفسي وعن كل أعضاء مجلس النواب في هذه المحافظة وكل القيادات الشعبية، بنقول لفضلتك يا ألف خطوة عزيزة، حضرتك شرفتنا ونورتنا في افتتاح مسجد أحمد عرابي بقرية هرية رزنة بمحافظة الشرقية. أهلا بك معالي الوزير. كما نرحب باللواء سعيد عبد المعطي نائب السيد المحافظ محافظ الشرقية. أهلا بمعاليك يا فندم. ونرحب أيضا بالسادة أعضاء مجلس النواب. ولكن خير بداية لهذه الليلة المباركة وهذه الندوة، ندوة للرأي من محافظة الشرقية من قرية هرية رزنة، ابنها البطل أحمد عرابي وأيضا ابن الجيش المصري العظيم مدرسة الفداء والوطنية. وخير بداية القرآن الكريم وما تيسر من آية الذكر الحكيم وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبق له فيها والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. تحدثت الكثير من آيات القرآن الكريم عن فضل قراءة القرآن وعن فضل بناء المساجد وهناك أيضا الكثير من الأحاديث في السنة النبوية المطهرة. هذه الأحاديث تحدثت عن فضل بناء المساجد وحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. والحقيقة المقصود
من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث والمراد من عمارة المساجد هي عمارة الإنسان وبناء شخصية الإنسان بما يتلائم مع الفكر الإسلامي وبناء شخصية متزنة. والحقيقة عندما أيضا نتحدث في الكثير من هذه الأحاديث التي أكدت عليها السنة النبوية المطهرة نجد أن هناك فضل كبير لبناء المساجد. الآن ننتقل لكلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية. تفضل معالي الوزير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإنه لمن يمن الطالع أن يأتي افتتاح هذا المسجد مع استعدادنا الإيماني والنفسي لاستقبال شهر عظيم كريم هو شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا فيه للصلاة والصيام والقيام وأن يجعلنا بحق من أهل القرآن. وبمناسبة هذه الروح الإيمانية وهذه الأجواء التي نعيشها الآن أؤكد أن أمة وشعبا بهذا الإقبال على الله والحب لبيوت الله والحرص على عمارة بيوت الله على هذا المستوى الذي نراه ومن الجهود الذاتية لأهل الفضل شعب لا يمكن أن يضام أبدا. وإذا كان رب العزة قد قال في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فستظل مصر آمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. مثل هذا الجمع بهذه الروح وهذا الإقبال على بيوت الله نجعلنا مطمئنين غاية الاطمئنان أن مصر ستظل كما كانت دائما القلب النابض للعروبة والإسلام. ولعل من حسن الطالع كما قلت أن يأتي هذا الافتتاح مع الاستعداد لشهر القيام وشهر المساجد وشهر الإقبال على الله. وعمارة المساجد الحقيقية سواء كانت مبنى كمن بنى لله بيتا
أو أسهم فيه أي إسهام أو معنى بالصلاة والقيام والصلاة ومدرسة العلم في مقدمة علامات الإيمان. يقول الحق سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي ترفع وستظل ترفع إلى يوم القيامة إن شاء الله. ونؤكد للقاصي والداني أن ما تم من عمارة المساجد سواء كان إنشاء أم إحلالا وتجديدا في مصر في الأعوام الأخيرة ربما لم يحدث في تاريخها ولا في أي دولة أخرى. فنحن نعد هذا الأسبوع لافتتاح أكثر من 300 مسجد، معظمها بالجهود الذاتية وأهل الفضل، وهذا يؤكد أن الخير سيظل في أمة محمد إلى يوم القيامة. في بيوت أذن الله أن ترفع، هو الذي أذن ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنتم فيكم كثيرون أهل تجارة، والتجارة بيع وشراء، فلو قال لا تلهيهم تجارة لشملت البيع والشراء، لكن الحق سبحانه وتعالى قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فما فائدة ذكر البيع بعد التجارة؟ المكسب عند الشراء مظنون أو متوقع، والمكسب عند البيع متحقق. أنت لا تستطيع أن تقول أنك ربحت إلا عندما تبيع، فإذا جاءه من يشتري بربح متحقق ترك كل ذلك إذا حضر وقت الصلاة، لم يشغله البيع مع تحقق المكسب عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومن لم يشغله المكسب المتوقع أو الربح المتوقع فتركه للمظنون من باب أولى، أي أن الدنيا وما فيها لم تشغلهم عن عمارة بيوت الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهناك كلمات نختم بها، نحن مقبلون على شهر عظيم وأمامنا فرصة عظيمة، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فوضع قدمه على الدرجة الأولى وقال آمين، ثم وضع قدمه على الدرجة الثانية وقال آمين، ثم وضع صلى الله عليه وسلم قدمه على الدرجة الثالثة وقال آمين، فسأله أصحابه رضوان الله عليهم عن ذلك فقال: وضعت قدمي على الدرجة الأولى فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، ثم وضعت قدمي على الدرجة الثانية فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم
بعد من أدرك والديه أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين، ثم وضعت قدمي على الدرجة الثالثة، فجاء أخي جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو سألنا كثيرين منكم وكثيرا من الناس ماذا تريد في ختام حياتك أو حتى الآن، يقول لك أتمنى أن أحج. لماذا؟ لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الصيام حج من لا حج له من الفقراء، فيه أبواب واسعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجملة غفر له ما تقدم من ذنبه تساوي في المعنى والفضل رجع كيوم ولدته أمه. ليس هذا فحسب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا فحسب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا فحسب، من فطر فيه صائما فله مثل أجره. وهنا نوضح، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فقيرا، لا، يشمل سواء فطرت فقيرا أو مسكينا أو قريبا أو غنيا أو صديقا، الفقير له حق. والنبي يريد لنا أن نجتمع على مائدة رمضان كألفة، نريد أن نسترجع عاداتنا الجميلة، عاداتنا الحلوة من اجتماع الأهل والأقرباء والأصدقاء والأصحاب والزملاء على مائدة رمضان. فإن كانت الأيام والظروف قد فرقتهم على مدار العام، فلا أقل من أن يجتمعوا على مائدة الأسرة أو مائدة العائلة أو مائدة الأصدقاء أو مائدة الزملاء ولو مرة في هذا الشهر الكريم، شهر التراحم. ما أختم به؟ أمران. الأول، الإنسان قبل البنيان. وإذا كانت النفوس قد جادت ببناء مثل هذا الصرح، فأمانة في أعناقنا جميعا على كل حي وكل قرية وكل مدينة وكل منطقة ألا يدخل علينا رمضان بعد أيام وبيننا جائع أو مسكين أو محتاج أو مكروب. ولا تنتظر قرب انتهاء الشهر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير عجل. وأفضل عمل إدخال السرور على الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. أيها الناس أطعموا الطعام، أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه الأربع من صفات الشهر الكريم. فرمضان شهر الإطعام وشهر القيام وشهر السلام وشهر صلة الأرحام. الفقراء أمانة في أعناق الأغنياء، وفي الحديث القدسي الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن طغوا كلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي، وما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أما الأمر الثاني الذي أختم به، فكما شيدنا المسجد مبنى فالأمانة على أعناق زملائنا من الأئمة وقيادات الدعوة أن نجعل المعنى لا يقل عن المبنى، علما وفقها وقراءة قرآن واجتهادا في مدرسة العلم. وليست القصة في مجرد حفظ الكتاب والسنة فقط، إنما العبرة بالفهم الثاقب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المساجد أمانة أن تقع في أيدي العلماء الفاهمين المتخصصين، وأي تجاوز من غير متخصص هو افتراء على الأمانة وإقحام لنفسه مقحم الهلاك، لأن الفتوى أمانة عظيمة والعلم أمانة عظيمة. وبإذن الله إن شاء الله شيخ زكريا تخصص مدرسة علمية وأخرى قرآنية وملتقى فكر إسلامي يوميا بعد صلاة العصر من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم في رمضان، وتختار له اثنين من أفاضل علماء الأوقاف على مدار الشهر الكريم لنؤدي الرسالة معنا كما أدوها أهل الفضل مبنى. وهذا واجبنا. وفي نهاية حديثي أشكر سيادة اللواء السعيد عبد المعطي وأيضا السيد المحافظ، وطبعا كان على تواصل معي وله ظرف نسأل الله أن يقضيه له وأن ييسره له، كما نشكر كل السادة النواب المحترمين الذين يعني أكرمونا بهذه الدعوة والحضور وقيادات الأوقاف، كما نتوجه بكل التقدير لكل من أسهم بجهد أو مال أو وقت في إتمام هذا الصرح على هذا المستوى الإيماني الذي نسأل الله القبول لكل من أسهم فيه. كما الحقيقة نشكر الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قناة النيل الثقافية قطاع القنوات المتخصصة، لأن هذه أول ندوة لندوة للرأي بعد عودتها الجديدة خارج محافظة خارج القاهرة الكبرى. وأيضا نشكر حرص إذاعة القرآن الكريم على مشاركتكم هذا الحدث. والحقيقة أنا سعيد بهذا الوجود وبوجود أبنائنا وبخاصة الشباب، لأن هذه المواقف تسجل في أذهانهم لسنوات طويلة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
وأن يبلغنا بفضله رمضان، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يشرح صدورنا للكرم والوفاء بحقوق الفقراء والمحتاجين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني عاصفة حب في استقبال معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، والحقيقة معالي الوزير يعني يكن كل محبة لأهالي الشرقية وإلى قرية حرية رزنة، وكان هناك إهداء مدرسة علمية وقرآنية لمسجد أحمد عرابي بهرية رزنة. الحقيقة عندما نتحدث عن شهر رمضان، فإذا جاء رمضان نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أجود الناس في رمضان. عندما نتحدث عن رمضان ونتحدث عن مبادرة معالي الوزير تكافل وتراحم، وهي تحويل التكافل والتراحم إلى سلوك، لابد لا يكون بيننا محروم أو مسكين أو فقير، هناك دعوة إلى التكافل الاجتماعي الحق في شهر رمضان المبارك. وعندما نتحدث عن رمضان فهو شهر الخير والبركات، ولا بد أن نغتنم كل لحظة في هذا الشهر الكريم. لا بد أن يكون لكل إنسان منا، لكل مسلم، خبيئة بينه وبين الله عز وجل، وهذه فرصة كبيرة أن تشكل خبيئة تليق بك أمام رب العباد. والآن نصل إلى الابتهالات وفضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا يا رب. الله أكبر. عدتي وعتادي. الله أكبر. عدتي وعتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر. جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. رباه إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي أن تنير فؤادي. للبيت رب قاهر وقدير، هو بالإجابة
الإجابة والدعاء جدير للبيت رب قاهر وقدير هو بالإجابة والدعاء جدير وهو العليم إذا وقفت ببابه أن ابن آدم شأنه التقصير اسعى اسعى لبيت الله واطلب عفوه فالعبد إن أرضى الإله أمير سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور يا آمن بشراك سبحان من أعطاك يا آمن بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما تري منه التعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب وراكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافى هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعادك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترى من غردا هذا نبي زاكي وفي صفر شغل خبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تجملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدغونا بحابق مقرونا وحسنه أفاك النبي صلوا عليك صل ربي وسلم وبارك عليك اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة في هذه الندوة التي تحدثنا فيها عن عمارة المساجد وعن شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، وكما تحدث فضيلة معالم الوزير دكتور محمد مختار جمعة عن مبادرة ودعوة التكافل والتراحم في هذا الشهر العظيم، وأيضا كانت هناك مناسبة سارة وهدية سارة لأهالي قرية الرية رزنة، وهي إنشاء مدرسة علمية وقرآنية على مدار شهر رمضان المبارك بعد أذان العصر. هناك كل يوم ملتقى للفكر الإسلامي يعقد في هذا المسجد. حقيقة استمتعنا وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأيضا نقدم التهنئة بمناسبة افتتاح مسجد أحمد عرابي في قرية الرية رزنة، وتشرفنا بوجود معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، وكانت هناك تظاهرة حب واحتشاد من كل أهالي القرية ومن كل محافظة الشرقية في استقبال معالي الوزير. والحقيقة شرف كبير للمحافظة وجود معالي الوزير اليوم في افتتاح المسجد. نشكركم ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.